شي امي مشي السبيطار اخوتي اللي خسر غادي يجمع الطبل صافي. انا راه درت تحدي ياك ومني غدوقوا هاد الدجاج في الاخر غتقولوا لي كي جاب. قلت تحيه الدجاج. ها حيا الدجاج. عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتما كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم البنات ومرحبا بالولاد بجوجكم. المهم اليوم ان شاء الله غيكون فيديو في شكل علاش لحقاش غيكون عباره عن تحدي. غادي نتحدى راسي. كنت جالسه مديه معايا كما غتشوفوا في البدايه ديال الفيديو قبل من هذه الهضره غتشوفوا باللي راني درت لو جيل زعما راني زعما ما خليت تهليت في راسي ساعة جلس ضمني إبراهيم. كيف ما كتعرفوا مكة يوسف ومحمد والزيرو وأسمون كيجيو كيصوروا معنا الفيديوهات. اليوم غادي يجيو يصوروا الزيرو وأسمون غيصوروا فيديو ديالهم هنايا وغيصوروا معنا فيديو. إذن غادي يتعطلوا هنايا يعني غيتعطلوا معنا. وشحال في الساعة دابا؟ تقريبا 10 الليل. إذن تنوض الحاد كاع دير العشاء. المهم تحداني ابراهيم قال لي داكشي اللي عندك في الدار غادي ديريه يعني ما غنجيب لك حتى شي حاجه من الزنقه. حدو جاب الخبز يعني ما غاديش غادي نديباني انا داكشي اللي عندي. المهم كان عندي شي دجاج في الثلاجه غادي نطيبوا لهم العشاء ونشوف ديك الساعتين بدوك المقادير اللي عندي راه ناقصين ولكن ماشي شغلي غنطيبهم دوك المقادير ومن بعد غادي هما يقولوا لي كي جاهم واش بنين ولا ماشي بنين. هذا هو التحدي هو انني غنطيب على 10 الليل ما كتعول انني ندير عشاء نيت ديال كليكه كبيره ولكن دابا غادي ديرها. المهم كيف العاده ما تنساوش لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد ويلا ليتس جو. المهم بغيت ندير لوجيل كتعرفوه كاملين قول انت الله في فالي دي تسكن شوف شتي دايرين. المهم غنوريكم يدي قابله ها هي ومن بعد غنوريكم بعدا صافي. انا دابا في طور الانجاز انا صابت الصبع الاول انا دابا غادي في الثاني. اول مره غندير هذا لوجيل هذا ونشوف كي غادي يجي. شكرا خولة. لا شكرا على واجب الزين صحتك. المهم خولة راه هي اللي كنت وريتكم الصالون ديال هذيك الساعات راه باينه راه كاين عندي متتبعين من عندك جاو من صح. عندك هادشي باش كيعجبوني المتتبعات. شكرا لكم بزاف ما كتحشمونيش. انا رجعت لعندها باش نصايب طفيراتي تهلا فيهم شويه. هذا مكان يلا تنسالي يديا ونعاود نرجع نوريكم بحالاش يدي ولات في الاخر. عاجبيني ظفاري المهم كيف ما قلت لكم انا غنعدي بداكشي اللي عندي جاب الله. كان عندي واحد جوج دجاجات في الفريكو غادي ندير بالنسبه للمقادير غنحتاج قزبر ومعدنوس غادي نحتاج واحد مصيره كبيره مطحونه طحنتها بالقشور ديالها مصيره كامله بالقشور ديالها. عندي هنايا جوج فصوص ديال الثومه كبار محكوكين. بالنسبه للعطريه كاين بزار وسكينجبير والخرقوم. بالنسبه للسكينجبير والخرقوم معلقه صغيره عامره مزيان والزعفران. يعني هادشي اللي كاين ما كاين حتى شي اضافه ولا شي حاجه اللي سميتو كيف ما كتشوفوا درت اللي قالت راه قلت لكم ابراهيم حسدني على الضفار. المهم غير درت اللي قالت هما يا هاد لو جيل راكم عارفين ما كيتحيدش على مده وحتى الا بغيتي تحيديه كتقدري تمشي عند كيخصك ماشي كتقدري كيخصك اوبليجي انك ترجعي عند مونة الصالون كتحيدو لك بلا باراي. داكشي علاش انا قلت بالنسبه لهاد الزعفران يقدر يا ما بغيتش يقدروا توسخوا ولا شي حاجه. المهم انا ما عرفتش غير قلت حفاظا عليهم. والملحه حسب الذوق يعني ما نتوما وجهكم في الملحه. دابا غادي ندوز للطريقه ديال التحضير ونوريكم كيفاش غادي نشرب هاد الدجاجات. غادي نلوح داك العطريه كامله وغادي ندير الزعفران ايوا وغادي ندير دابا الثومه كامله. دابا غنلوح داك القزبر والمعدنوس كامل غنديرو كله و المصير. هادي مصيره ما عرفتش واش حتى نتوما كديرو معاها القشور ديالها زعما مصيره بجلوفه ولكن انا غادي نديرها. يلا الدجاج يولي بنين حيت انا كما قلت لكم راه ما علمنيش يعني ما رقدتش الدجاج قبل. غادي نديرو كما هو. شد هاد الدجاجه وغادي نضربهم بالموس غنتعدى عليهم مساكن. المهم غنضربهم بحال هكا باش على الاقل تشرميله تدخل لحقاش ما منقديش ديجا غنشرمل غادي ندخلهم يطيبوا دغيا. دابا غادي نحاول نشرمل هذه مزيان وندير لها مساج مزيان باش تدخل فيها العطريه من الداخل. ما درت ليها لا شعريه صينيه لا عماره لا حتى شي حاجه حتى هي ضربتها مزيان. وغادي نحاول ندير لها مساج بهذا العطريه اللي درت
ندخل العطريحه وندخلها لداخل صافي. ها هو ما تشر منه مزيان الدجاجات. هاد العطريه اللي بقات هاد ولا هاد الدغميره اللي بقات غادي نزيدها على البصله وغنديرهم في الكوكوت. البصله غنقطعها طريفات صغار بزاف، وباش طيب منين كطيب كتولي الدغميره بنينه منين كتكون ديك البصله مقطعه رقيقه. المهم غنقطع البصله رقيقه مزيان وغنرد الدجاج يطيب في الكوكوت، ومن بعد منين غادي يطيب غادي غنقول لكم واحد الحاجه بالنسبه للعطريه، انا ما غنزيدهاش باقي، غندير هاد العطريه اللي كاينه هنايا والعطريه اللي غتطلق الدجاج بركه، ما غاديش نعاود نزيد عطريه حيت كاين اللي كيبغي يعاود يزيد العطريه مع البصله. المهم انا ما غنعاودش نزيدها، غادي ناخذ الدجاج غنديرو في الكوكوت مع البصله، غنخليهم يتشحروا، غادي نزيد لهم شويه الماء وغنسد عليهم ومن بعد ما يطيبوا غادي نوريكم من بعد شنو غادي ندير. يلا خليكم معايا. المهم انا قبيله راه ما قلت لكمش الملحه، نسيتها صراحه تلفني ولدي، درت الملحه زدت الملحه وعاودت شرملت هنيت مع البصله والرجيلات انا غنجمعهم بحال هكا بلاستيك، نجمعهم انا غير بهذه الطريقه صافي، ما غاديش نجمعهم بشي طريقه واحده اخرى. صافي انا جمعت الرجيلات بحال هكا باش ما تفرتتش ليا وسط الكوكوت راه فيها البصله بديك التشرميله اللي بقات. صافي كما كتشوفوا الكوكوت راه صغيره، انا عندي غادي نزاحمهم بحال هكا وغنسد عليها الكوكوت وراه غادي طيب، وغادي نسد الكوكوت حتى كنطيب ونكمل معكم. المهم ها هو الدجاج انا حمرته صراحه غير قليته بالزيت لحقاش ما عنديش الوقت، صايبت هاد البطاطا هادي مشرمله، سلقت بطاطا ودرت ليها شويه البزار والملحه وشويه الزيت وقزبر معدنوس وشحرتها باقي واحد شويه رطيتها شحرتها. المهم غير زدتهم وصافي على حسب مع الدجاج، وصايبت هاد البطاطا هادي راه معروفه هاد البطاطا كتسمع عند صحاب الحلوه ساهله هادي، غير كتخلي الزيت حتى كيسخن مزيان وكتكب تلوحيها في الزيت وكتتقلى شفاره. المهم انا غير في الاخر غنوريكم الطريقه ديال التقديم. ها ها كلا نصها طلق ما طلقتيش طلق حصلت حصلتي انا راه درت تحدي ياك، ومني غدوقوا هاد الدجاج في الاخر غتقولوا لي كي جاكم. دوقوا البطاطا بعدا البطاطا باين ما داقها حيت ديال الحانوت. ايه راه لي الدجاج دابا، يلا كل ذوقوا نشوف ذوقوا دابا. انا قلت لكم ما ذوقوا ماشي شبعوا. يلا دقتي يلا باي باي تهلاو زاد اللوز افردوز تهلاو يلا باي باي يلا سيروا. شكون اللي باي باي؟ واش حنا نتوما باي باي خايبة قال لك خايبة. تحية للدجاج. لا نيت تحية للدجاج نيت دابا شفتكم كنيتو مزيان ياك، دابا غاتقولوا لي كيفاش راكم؟ لجنة التحكيم دابا شوفوا ها كيفاش جاك؟ بنين مكان كبير ناقصها شويه الملحه والدقيق. الله يمسخك دقيق ديال البطاطا. رايك اسمون خايب مسخات لي اللقطه زعما بغيت نقول لك عليها الزر، بغيت نقول لك عطيني رايك وانا ندير الزر اسمون خايب خايب بحال ما داق ديال المشاشي الا طيبتهم شويه. يا سلام العور هذا انت خويا انت كلشي بنين عندك. ساعه اخرى ساعه اخرى ساعه اخرى ما غنساوش لايك تعزاوي بعزز دير لايك قلت تحيه الدجاج. ها حيا الدجاج. المهم راه ابتسام دابا راه نزلات وقلنا نطلعوا على هادشي غيكون في الاخر ديال الفيديو. هي ما غاتثق ليه الخبر، تخيلوا معايا ما غاتثق ليه الخبر تيتلاح الفيديو غدا. يوسف كي جاك الدجاج؟ خوتي سمحوا لي كذبت عليكم من داكشي ديال عيان. كلشي دارت الكوزه كرشه يمي مشى للسبيطار اخوتي. ما قديتش والله ما قديت ما قديتيش شنو؟ ما قديتش ناكل كان قلت لك البزز بزاف اخوتي والله شهد الله. عزري ها عزري جي خوتها بزاف شفت فيها الربيع وكثير فيه داك اللحم ما كاينش ما كاينش ما كاينش
جالس كثير فيه الحان لا جالس كثير فيه الحان دوخني يا اخويا دوخني تديش الكبيره لا لا بالرزول يا ربي شوف حشاكم شحال خلاو غير العظومه واحد ضرب ثلاثه الخضار والبطاطين حداه وقال لك ما قديتش ورا الدقوس كهضره المهم تحيه لخالتي ابتسام خوتي راه غضحكي راه غبرنك هذا لا تقلق اخاتي ابتسام غبرنك صح زين البنات تحيه لابتسام كتصفق لختك زعما بغيت تقول لي راه ما عاطينكش اختي ايوا طحت واحد الفكره في بالي شنو هي يوسف شنو هي طحت فكره في بالي جلس قرب 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 افكار العزاوية يلا شوف غتبقاو تضربوا في صدركم بحال هكا ايه هذه كتعني جبال جبال هضاب كتعني هكا في الراس يلا ديروا جبال دابا كاملين جوج يدي بجوج يدي جبال ماشي مشكل تزيتو ضربوا بشويه ضربوا بشويه يقربوا هاك هاكك جبال هضاب في الراس ما تضربوش راسكم هاك جبال هضاب اللي خسر غادي يجمع الطبل صافي يلا سير عاود يلا جبال هي الصدر يلا جبال هضاب هضاب جبال هضاب جبال جبن هضاب جبال هضاب جبال هضاب هضاب الو انا حادك حادك دير الكيسه في البلاطه وما نولي لا شنو ما تهودش مشكله غيهودو يلا اسمع اسمع هما غيلعبوا شكون غيهود الطبل يلا حيد 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 لا يلا رجعوا جبل 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 هضاب جبل هضاب هضاب جبل جبل انتوما اللي غتهودوا الطبلة يلا اسمع انت وهما غيهودوا يلا يلا اسمع اسمع يلا اسمع 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 نوض نوض زيرو عنب كيتعنب يلا يلا غادي يمشي بحال في الدروج هادو حصلتي وعاد الزيرو حتى هو باقي ما جاش باغيش يجي راه قال لك داكشي الكوزين زيد الخروزه نتعطيت سير حط حط داكشي حط حط داكشي حط بقى غير من الان باغي تقلب الثلاجه يا ابتسام غبر غبر سلام صدقتي عاونتيهم صدقت انا تدخل تعاونتي